الطريق اللي هو بموبايل، السرحان بقى والبص في الموبايل والحاجات دي هو ده الكلام ده. اللاهية الالتهاء عن الطريق ده، سواء بموبايل سواء فاتح موسيقى سواء بيغني مع اصحابه. طبعا احنا بنتكلم على الشباب كتير بيحصل ديستراكشن من السواقه، لان السواقه احنا بنعتبرها شغلانه كامله انك طبعا بتسوق، طبعا وخصوصا في الانفايرمنت بتاعت مصر شغلانه وشغلانه. طب ما سايق محتاجه مكنه، تركيز، لان المكنه دي خلي بالك اداه قتل لو ما استخدمتش بالطريقه الصحيحه، وقتل القائدها مش بس قتل للناس، قائدها ده وغيره. الاثنين. وعشان كده احنا بنقول له حتى في سلامتك مسؤوليتك، بنقول له لو انت مش خايف على نفسك خاف على اللي معاك. يعني بنطلب من الام لابنها وهي قاعده جنبه في العربيه، الاصحاب مع بعض، انت لو بتسوق غلط انت بتعرضني انا للخطر، عشان كده سلامتك مسؤوليتك اتكلم، دي من المبادرات المهمه بتاعتنا جدا. فبنقول طبعا الالتهاء عن الطريق بموبايل، بموسيقى، باكل، بميك اب ساعات للبنات، بكلام مش بكلام عارف مع اللي ورا، عدم ربط الحزام. دي من الأسباب كبيرة، طبعا دي من أهم الأسباب للشباب، وربط الحزام على فكرة مش هزار، يعني مش ربط هزار الحزام خالص، بيفرق لأن كتير. بتنقذ حياة لو ربط حزام. والسرعة، السرعة طبعا من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى خطيرة جدا، وإحنا شفناها في الطرق للأسف بتؤدي لجامعات كتيرة من بتوعنا زي طريق السويس، طريق إسماعيلية، الدائري. شباب كتير بيروحوا وبيسرعوا جدا في الطرق دي، والطرق ساعات كمان ما بتبقاش يعني ممهدة صحيح، لان انت ممكن لذلك، تفاجأ بمطب صناعي كده عاملينه أو رصيف غلط طالع في النص، يطير العربية، ممكن طوبة تخلي العربية تروح الناحية التانية. وطبعا في المعروف عالميا سواء القيادة تحت تأثير دواء المخدر مخدر شرب أو كده، مش قوية قوي من ضمن الشباب هنا في مصر، طبعا أقوى في البلاد الأخرى، لكن طبعا في النقل بس احنا عندنا هنا من عندنا الحاجات الأبسط شوية، يعني من الحاجات المؤثرة في أبسط. الحوادث أقل شوية. لكن برضو علشان نرجع للمنظومة، لو اتكلمنا مثلا على عربية النقل، بيشار إليهم كتير إن بيسوقوا تحت تأثير مخدر، وده أكتر علشان المنظومة بتاعت السواق النقل إن هو لازم يعمل كذا رحلة علشان يدير دخل أكتر، فبالتالي بياخد مخدر عشان يقدر يستحمل الرحلة دي. فده كله لازم يتاخد في دراسة كاملة علشان نقدر نحل الموضوع من جذوره. وارجع تاني وأقول لازم يكون في كيان نقدر نكلمه احنا، يعني